زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه مع هذه المجالس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير محيين أبدا نسأل الله في أعلائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن ثبت هذا الخير لنا ولكم في صحائف أعمالنا وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس ما زلنا مع سنة للخلال وقلنا قبل ذلك بوابة العلم إتقان العقيدة والعقيدة لا يمكن أن تتقنها إلا من كتب الأولين إلا من كتب السلف الصالح من كتب الأولين هذا الأصل الأصيل وأما كتب المعاصرين ففيها الخير لكنها ما هي إلا مفتاح لكتب من كتب الأولين وهي كثيرا ما تلد ظلا رأس لكنها كما قلنا هي فقط يعني تفتح لك الأبواب لكتب السلف الصالح وهذا الاعتقاد الصحيح لتسير على درب المتقين الذين اعتقد اعتقاد النبي الأمين والصحابة الأكرمين نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجعلنا من يتعلم ويتعبد ونشر ذلك بين الناس نعم تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الإمارة وما قيل فيها وطبعا هناك بس الحديث 54 وما بعده ما قرأناه فتقرأه وتقرأ ثلاثة بعده وبعد ذلك تدخل على باب الإمارة ما قرأنا نعم عن سويد بن غفنة قال لي غفنة نعم قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة نعم يعني ممكن تأخذ حديث 57 وحديث 60 ما ينتهي الباب وندخل إلى المرة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة إلا أن تؤمروا بمعصية فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ستين عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عمر رحمه الله إذا بعث عماله قال إني لم أبعثكم جبابرة إنما بعثتكم إليهم لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم ولا تجمروهم ولا نعم دكتور ولا تجمروهم فتفتوهم وأدوا نصيحة المسلمين يعني العطاء الإمارة باب الإمارة وما قيل فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
وكلت إليها. نعم. وكلت بالتخفيف لا بالتشديد. نعم. وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. عن محمد بن منكدر أن العباس قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، يا عم رسول الله، هذا نعم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. عن الحسن قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: كيف وجدت العمل؟ فقال: يا رسول الله، ما زالوا يعظمونني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت أنهم عبيدا لي. من الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. جزاك الله عنا خير. هذه جملة من الأحاديث التي أيضا تبين لنا الكلام على علاقة ولي الأمر بالرعية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وقلنا الأحاديث الكثيرة التي بينت لنا الحقين، حق ولي الأمر وحق الرعية، حق والحقان يعني وإن كان متلازمين لكنهما منفكان في وجهه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سر لها ملكة وسر لها ملكة وأدي ما عليك، سر لها ملكة وأدي ما عليك، فأنت ما عليك لابد أن تؤديه، وإلا حسابك على الله جل في علاه، ما أمرك الله بهذه الأوامر إلا ليحاسبك عليها، وأمره هو بأوامر يحاسبه عليها، فلذلك لابد للإنسان أن يعلم بأن الحقين كما قلنا بأنهما متلازمان وأيضا هما منفكان، إن منعك حقك فلا يجوز لك أن تمنعه أنت حقه، فعليك وجوبا أن تؤدي حقه طاعة لله وعبادة لله جل في علاه، وإن منعك هو حقه فحسابه على الله، عليه ما حمل وعليكم وعليكم ما حملتم. فلذلك قال عبادة بن الصامت: قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقد قال مثلا بحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: قال عليكم بالسمع والطاعة، وقال سلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وقلنا بأن الدارقطني أعلى هذا الحديث في صحيح مسلم على مسألة الانقطاع الذي فيه، لكن المعاني صحيحة، معاني كثيرة جدا جاءت توافق أو تترابط وتتوافق مع هذه القضية المهمة جدا، وهي قضية التعبد بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كانوا من أفجر الناس وإن كانوا من أفسق الناس وإن كانوا من أظلم الناس، ما دام مسلما فله الحق الذي لابد أن يؤدى، فإن كفر فلا حق له على المسلمين بحال من الأحوال. وأما هو فعليه حق عظيم جدا للرعية بأنه يعدل لهم في القضية، وأيضا يسير بالسرية وينشر السنة وينصر الدين، وعليه بإصلاح الدنيا باستقامة الدين، لا يمكن أن يكون لولي الأمر وظيفة غير هذه الوظيفة، لأنه وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة على الرعية على الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن كان من ولي من أمر المسلمين من أمر فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بأن الصحابي الجليل لما دخل على الأمير قال: أرضى بك أن تكون ممن قال مسلم إن شر الرعاء الحطمة، يعني لا تشق على المسلمين، لا سيما أن مسلم قال: من ولي غير المسلمين أمرا فمات يوم أن مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. الأمر شاق، الأمر عظيم جدا. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالسمع والطاعة، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، فإن ضربك ظلما فاصبر، لأن المسألة الآن بينك وبينه، والله جل وعلا حاكم عليك وعليه، هو الذي أمرك وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن طلب وإن حرمك من حقك في بيت مال المسلمين وآثر نفسه عليك فاصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قال إنكم سترون بعدي أثرا. وهذا أمر عظيم جدا، لما؟ لأن الكلام كان موجها لمن؟ للأنصار الذين هم ماتوا قريبا
الأنصار إن هم نصروا الله ونصروا رسوله، هم أحق الناس بأن يقدموا على الناس، هم أحق الناس، هم الذين نصروا الله ونصروا رسوله، الذين آثرهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار. تعرفون الفرق؟ ما الدثار وما الشعار؟ الدثار الذي يكون في العلم في الخير، أما الشعار فهو الذي يمس الجسد. قال الأنصار دثار، وقال الأنصار عيبتي وكرشي، هم داخلة نفسي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. والأحق أن الذي يقدم هم الأنصار، هم أحق الناس بالتقديم، هم الذين باعوا أنفسهم صدقا، هم الذين أوقفوا أنفسهم صدقا لما اشتدت الحوارك على الصحابة، منهم من بينهم يعني كان فيهم من المهاجرين وأيضا من أهل مكة الذين أسلموا متأخرا في غزوة حنين ونثروا عليهم النبل ففروا جميعا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني بيان لإسمي خبرا عن إسمي ليعلموا من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف ثابتا راسخا بأبي هو وأمي، ثم دعا العباس وكان جهوري الصوت فأمره فقال نادي في الأنصار. حتى المهاجرون لم يأمروا صلى الله عليه وسلم بمناة المهاجرين لترى كيف مكانة الأنصار، قال نادي في الأنصار. فنادى العباس في الأنصار فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، فأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله الكرة لأهل الإيمان على أهل الكفران. الغرض المقصود في الأنصار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني إلى الحوض أو في الحوض، قال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضربك ضرب ظهرك فاصبر، وإن كان ظلما ماذا استفعل بلاء نزل عليك، وإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن حرمك أن أخذ مالك الذي وحق لك في بيت مال المسلمين وأثر نفسه عليك، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. قال فإن أمرك بأمر يقضي على دينك فقل السمع والطاعة ولكن دمي دون ديني. هنا يقف الأمر، لأنه لا يصح قال أنا عبد مأمور في كل شيء ويكون هذا مخالف للدين، لا. قال فإن أمرك بأمر يقضي أو ينقضي فيه دينك، قال فالسمع والطاعة، يعني أنت ما عليك إلا السمع والطاعة في كل شيء إلا في المعصية كما بين. قال فقل دمي دون ديني، دمي دون ديني. هذه مسألة مهمة جدا، بأنه لو أمرك بأمر في انخفاض لدينك، يعني كان يأمرك بأمر تتعدى فيه على الآخرين بوجه غير وجه حق، فلا يجوز لك أن تسمع وتطيع. قال فإن أمرك بأمر ينقضي فيه دينك ينخفض فيه دينك فقل ديني دون دمي دون ديني. ثم قال وهذا الأهم، دمي دون ديني، إذا لا أسمع لك وأطيع. طب لا أسمع لك وأطيع أخرج أفسده؟ لا. قال ولا تفارق الجماعة، قل لا ما أستطيع أسمع وأطيع الآن، دمي دون ديني، لكن قل بعدها ولا أفارق الجماعة. والفروع الأخرى قال ولا تنزعن يدا. هذا الذي نريده من الأهمية بمكان، هو أنه لو ظلمك، لو أمرك بمعصية، لو أمرك بشيء يخالف الدين، أنت قلت لا أسمع ولا أطيع، لكن لا تفسد بنزع اليد، وقلت سمعت وأطعت، أنت ولي أمري، لا أنزعن يدا من طاعة، لا أنزعن يدا ولو كان من أفجر الناس ولو كان من أفسخ الناس، قل لا أنزعن يدا من طاعة. وهذه مسألة خلط فيها كثير من الناس. لذلك لما ترى الذين يخرجون عن الأمور وتكلمهم في ذلك يقول لك أما ترى الفسق، أما ترى الربا، أما ترى الزنا، أما ترى الظلم البين، أما ترى، نقول نعم نرى 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 نرى، وماذا بعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك وقد أجابنا. لذلك أنا أقول دائما العاري عن العلم ضائع في كل شيء، قد بين لنا الطريق. قال دمي دون ديني، دينك لحمك دمك، دمي دون ديني، ولكن لا أنزعن هذا من طاعة. قال ولا تفارق الجماعة، يعني عليك أيضا أن تفي بالبيع. قال ولا تفارق الجماعة، وفي الرواية الأخرى قال ولا تنزعن يدا من طاعة. هكذا هذه عقيدة السلف، وهذا الكلام مرسوم بين أيدينا الآن، هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن رام شيئا ومن رام المخالفة حتى فعليه بالعلم، مساحة العلم موجودة، فمن كان عنده من ذلك من شيء يعارض به علما نحن نسمع ونطيع، ومن كان أعلم اتبعناه، ومن كان أجهل عليه أن ينزل ويتبع العلم الذي ظهر لنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة.
عليك بسمع الطاعة، لا تنزعن يدا، لا تنزعن يدا من طاعة. ثم بعد ذلك أتى المصنف برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضانه، وجه المسلمين، وجه العمال وهم وكلاء ولاة الأمور، ليس ولي الأمر لكنه وكيل ولي الأمر، ينزل منزلته في هذا الباب. استعمله عمر بن الخطاب، وانت تعلم أنه استعمل على الولاد بعدما فتحت استعمل كثير. عمر بن الخطاب استعمل سعد بن أبي وقاص، استعمل المغيرة، استعمل عمار، استعمل أيضا عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري، استعمل هؤلاء جميعا رضي الله عنه وأرضاه. لكن كان في الوصية يقول: إني ما بعثتكم لتغلبوا الناس ولا لتظلموا الناس. في أول وصية يوصيهم بتقوى الله يقول: لا، لم أبعثكم لتظلموا الناس. هذا أصل أصيل. لما يحرج عمر الخطاب في ذلك؟ وماذا؟ التبع على عليه ممتاز، هو المسؤول عنهم. هذه التي تأتي أنه المسؤول عن الجميع، هو المسؤول عن الجميع. هذا كان يوسف لما جاءته الشكوى من رجل مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه افتخارا: هذا خالي، فليريني أحدكم من خاله. افتخارا على من؟ سعد بن أبي وقاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليريني أحدكم من خاله. والنبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه مثل ما سمعته فعل ذلك بمن؟ بسعد، عندما قال: ارمي سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. لما كانت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما كان راقية سامية، ومع ذلك لما اشتكوا من سعد خلع. وطبعا هذه ينظر فيها للمصلحة، لذلك عندما أتي قال في الستة الشورى: ومعهم سعد، ولم أخلعه تهمة فيه ابدا، لكن هي مساله المقاصد الشريعه والمصالح والمفاسد. بل بعث عليه عمار، وبعث عليه عمار وداروا في المساجد. بعدما داروا في المساجد قام الرجل لما قال: سالتنا وانشدتنا الله، اذا سنجيبك بالحق. هذا رجل يرائي، ومن راى راى الله به، ومن سمع الله به. قام فقال: اما انشدتنا الله، اذا الحق والصدق سنقول لك. انه يقول: اما سعد فما كان يعدل في القضية، وما كان يسير بالسوية، وكان يعطي العطية. فلما كلام هذا كلام ظلم بين لمين؟ لسعد بن أبي وقاص. فقام سعد قال: اللهم إن كان هذا الرجل قام رياء وسمعة، اللهم إني سأدعو بثلاث، كما شهد بثلاث، اللهم إني سأدعو بثلاث: اللهم أطل عمره، وأطل فقره، وأعرضه للفتن. كان يقال، الراوي يقول: سقط حاجبه على عينيه. هذا معناه أنه وصل لغاية 45 سنة. سقط حاجبه الى حاجبه على عيني، كم التسعينات والمئة، سقط حاجبه. قال: وكان ينتظر الجواري جارية 9 سنوات تمشي فيغمزها، فيقولون: يا رجل ماذا تفعل؟ يقول: اني رجل ضعيف، اصابتني دعوه سعد رضي الله عنه وارضاه. فهو كان يبعث العمال، وكان يعلم انه مسؤول عن هؤلاء، لذلك كان يبكي ويقول: اللهم اجعلها كفافه لا لي ولا عليه. لكنه كان كما قلنا يسيء بتقوى الله، ويقول فلا تظلموهم فتظلموهم، ولا تحرموهم، او قال: فلا تظلموهم فتذلوهم. وفي الدار مذلة، وهذه فيها مظلمه. ولذلك هم طبعا دائما يتمسكون بالقصه المشهوره بانه انه 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 يعني قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم. هذا لم تصح القصه اللي بيتندرون بها ليل نهار، واحنا اسلمنا وعمر بن الخطاب وصياحات وخطب لم تصح هذه القصه اللي هي: خذها وانا ابن الاكرمين. عندما حدث السباق في الخيل وسبق القبطي ابن الامير، فقام ابن الامير واخذها، قال: كيف تفعل ذلك؟ اما علمت انني ابن الفاتحين ولا ابن الاكرمين؟ خذها وانا ابن الاكرمين. ضربه. فذهب الولد وابوه الى عمر بن الخطاب، فاشتد عمر بن الخطاب، فارسل الى عمرو بن العاص: ائتني انت وولد. فاتى، احنا لا نستغرب ان عمر يفعل ذلك، نعم، لكن القصه لم تصح. فاخذ الضربه وقال: اضربوا هو ابن الاكرمين. متى استعبدتم الناس وهذا كان اصلا عمر بن الخطاب لما جاء ابو موسى الاشعري مع النصراني ولم يدخل المسجد، قال: لم يدخل المسجد، أكان أهو جنوب؟ قال: لا، إنه نصراني. فلما رحل قال: لما استعملت النصراني؟ قال: لم أرى أتقن منه في الباب. فبعث عليه قال: استعمل المسلم. فبعث عليه: لم نرى أحدا أتقن منه في الباب. 3 مرات فبعث عليه بنفس الورقة قال بها، وكتب قال: مات النصراني، لا تراجعني، مات النصراني. خدها هو نفسه الذي قال: كيف تقربون وقد أبعدهم الله، كيف تكرمهم وقد
هذا هو. لكن أنت وجب عليك أن تعدل، وجب عليك أن لا تظلم، أن لا تتعدى على المال ولا العرض ولا 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 الدم، وجب ذلك. وإلا فأصحاب الفكر الضال الذين يقتلون يمينا ويسارا لا يجوز هذا الكلام بحال من الأحوال. هذه مسألة فيها تعدي سافر، يعني هم يفسدون من حيث أرادوا الإصلاح، يسيئون الإسلام إساءة عالية بهذا الفكر الضال المنحرف. والتعدي لو كان أكثر أهل، لو كان الشيطان وأنت دخلت أمنك الشيطان على نفسك وأمن منك، لا يجوز لك أنت أن تخونه. مش بقول لو كان الكافر، لو كان الشيطان إذا أمنك على نفسك وأمن منك، أعطاك عهد يأمن منك وأملك على نفسك، لا يجوز أن تخونه، وهو الشيطان، لا يجوز أن تخونه. هذه ضوابط وتعاليم الإسلام، ما يجوز بحال من الأحوال. ولذلك عمر الخطاب قال: من أشار منكم إلى رجل ثم قام فقتله لأنكلن به أشد النكال. تعرفون ما معنى هذا؟ يعني يكون مثلا الحافة والرجل هنا حربي، ليس ذمي، ليس معاهد ولا مستأمن، هو حربي، حربي يعني عدو ظاهر الآن، وهم في ساحة الواقع، لكنه قال: انزل سنؤمنك. الرجل يختبئ يحتمي بمكان، فقال: انزل انزل، وأشار إليه بإشارة فيها تعليل أنه سيؤمنه. فلما نزل قتله. عمر الخطاب قال: لأنكلن به أشد نكال. كيف؟ إذا أمنت فلا بد أن تؤدي الأمانة، أدي الأمانة ولا تخن من خانك. هذا هو الله تعالى ماذا قال؟ قال: فإما تخافن من قوم خيانة، قال: فخنهم. ما قال فخنهم، الخيانة نقص من كل وجه. قال: فانبذ إليهم على سواء. لذلك قال: فلا تظلمهم فتذلهم. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: ولا تحرم فتذلوهم ولا تحرموهم فتظلموهم. لأن لهم حق، ولأن هذا المال الذي أدر الله جل وعلا على أهل الإسلام، بيت من المسلمين لابد يفتح المسلمين لكل سهم، لكل سهم، هذا حق له. فإن حرمت وأنت محاسب على ذلك، فإن حرمت وأنت فمحاسب على ذلك. ثم بعد ذلك قال: أدوا النصيحة للمسلمين. أدوا النصيحة، يقصد ذلك النصيحة هو النصيحة في الدين، أهم شيء هي استقامة الدين. وما من نصيحة في الدين إلا بنشر السنة وقمع البدعة. فمن أباح نشر البدعة وقمع السنة، هذا مضاد، محاد لله ولرسوله، مشاق لله ولرسوله، هذا يحارب الله ورسوله. يعني إن ولدت، وذلك الإمام ابن القيم ابن تيمية في الفتاوى يقول: إن ولدت من يحافظ على السنة فاعلم أن الإخلاص متواجد. اللي ينشر السنة ويحافظ عليها ويحيي أهلها فاعلم أن الإخلاص متواجد. وإذا ولدت البدعة تترعرع فاعلم أن النفاق متواجد. هذا خذ من عالم حرير، مدقق محقق خبير. قال: إن ولدت، طبعا في كلمة قبلها قالها أنا أغض الطرف عنها لكن تفهمونها منها. قال: فإن ولدت السنة يحيا أهلها وتندجر فاعلم أن الإخلاص قد توالد. وإن ولدت البدعة قد ترعرعت فاعلم أن النفاق قد توالد. وهذا حق. لذلك الإنسان قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. لأن الحق، شوف المنافق ما هي وظيفته؟ فقط محاربة الله ورسوله، صحيح ولا لا؟ والتشكيك في أمر الدين، وهذا لا يزيد إلا في البدع. البدع لا تزيد ذلك، صحيح ولا لا؟ فالمنافق هذا فعل ذاك. قال: ولدت أنا عارف النفاق موجود، وإن وجدت السنة، لأن نصرة الدين لا تكون إلا بالسنة، نصرة الدين لا تكون إلا بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير سنته. فإن وجدت السنة قد ترعرعت وأكرم أهلها فعلم الإخلاص موجود. وهذا لابد أن تفهم من المسألة على الغالب. التوحيد لن تجده، مفهوم؟ أنت نايم الجزائري، لا يوجد التوحيد، لن تجده، لن تجد التوحيد بحال الأحوال. صعب في هذا الزمان تجد التوحيد. حتى في زمن المسلم كان في زمن الخلفاء كان في ترهات هكذا من البدع بتصعد، لكن أهل السنة يقمعونها. رأيت صبيخ كان يتكلم في القدر، وانظر في الآيات. فعمر الخطاب قال: ائتوني به. جاء قال: ما عندك يا صبيخ؟ فتكلم في مسائل القدر، فقال: انتظر يا صبيخ. فدخل أتى بالدرة، وكان حبس وياه فضربه، فسال الدم على رأسي.
قال ما ترد في رأسي؟ قال لا أجد شيئا. مثلا تاني كل البدعة طارت، البدعة بأسرها طارت، انتهى الموضوع. قال لا أجد شيئا، انتهى الموضوع. ضرت عمر تسوي الأمور بأسرها. قال لا أجد شيئا، ما أجد أي علاج في رأسي، انتهى أمر البدعة، انتهت. حرية الرأي. ها؟ حرية الرأي. حرية الرأي هذه، حرية الرأي، حرية الرأي في مسبة الله ومسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرية الرأي في أنك تتكلم عن أن الدين هذا الدين، القرآن هذا ليس بكلام الله وكلام الرسول، هذه حرية الرأي. دعوه بعد ذلك. لا لا، اقلب اقلب في ذلك. طب لما لا يقال في الفكر الضال اللي احنا بنحاربه أصالته كالدواعش وغير ذلك، الخوارج هؤلاء نحن نحاربهم، لكن لو قال حرية الرأي طب تتركوهم بقى مع حرية الرأي، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا منقلب عليكم المجال، لأن لا نحن يد عليهم معكم في إيش؟ فاننا نرى يعني مش لسنا مع احنا مع الاسلام الذين يحاربون الفكر الضال الضار والغلو الذي يؤدي الى الفساد والافساد، نحن نحاربه لان هذا الفكر يقوض ايضا الدين ويفسد افسادا عظيما جدا، افساد بالتشويه، افساد باستحلال الدماء، افساد باستحلال المال، وهذا فكر ضال حقا، فكر ضال، وما فيه ما احد من اهل العلم، كلهم جهله، اكثرهم جهله من رئيسهم من امامهم الى اخر مأموم عنده. وبعدين المشكله ليست في ذلك، ده المشكله ان طلع نساء ايضا يتكلمون في هذا، مسكين البلادق وبيتكلم يتكلمنا في مثل هذا، يعني هذه فتن اخر الزمان اللي نعيش فيها في هذا الباب، يعني جهل وايضا تنطع في هذا الباب. فنحن نقول لو قلنا بهذا المنطلق وقلنا حريه راي هؤلاء لو تركوا افسدوا الدين بنسبه، حتى الذين يقولون بالحريه يقولون انت حر ما لم تضر، صحيح ولا لا؟ وانت اصلا لو تركناك تكفر وتعيش في ارضك كفرا ستضر اهل الاسلام بأهل. ليش احنا نتكلم الان في مساله ان من ارتد فعليه حد الرده؟ ليش هم يحاربون حد الرده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. طب لما؟ لانه لو ارتد ماذا سيفعل؟ سيعمل فساد في الدين. وهذا مرتع وخيم، هذا الذي يفعله اليهود. امنوا وجه النهار واكثروا آخر لعلهم يرجعون يشككون في الدين بهذا. يدخل النصارى يقول لك ما رايتم سيد الدين، يقول ائتوني بكتابكم القران، ائتوني بسنه، ما هذا؟ هذا باطل. ويطلع فاهم ويخرج يشكك الناس عشان ان اهل الاسلام اللي هم هذا ارجاف، اهل الاسلام اللي هم في ضعف في دينهم ينسلون. ولذلك انت ترى اصلا لما انتشرت البدعه حصل الجماعات، انا جلست مع سته اطباء كلهم على الالحاد، اقسم برب العزه على الالحاد. واحد منهم بعد ما انا حججته الحمد لله وانقسمت كل حلاليه، لكن هو قال لي انت تريدني اؤمن؟ ائتني بما اوتي به ابراهيم عليه السلام. يعني انت امنت ان ابراهيم مؤمن يعني الان؟ يبقى خلاص انت تؤمن بالوجود؟ هو يقول لي ما في رب، لا اله الا الله، فيقول لن يؤمن. شوف انظر، وهذا يعني المفروض رجل مصري الديانه الفطره والديانه، فيقول لي نؤمن؟ ائتني بما اوتي به ابراهيم عليه السلام. قال ربي ارني كيف احيي الموتى؟ قال ابنه، قال بلى. يبقى اذا هو يريد احياء الموتى عشان من اجل ان يوم رايت. فما في، احنا لابد ان نعلم ان هذه مسائل، وهذه مسائل منوطه ولي الامر ان هو يؤسس للسنه وايضا يؤسس للقمع، لقمع البدعه، لا يترك البدعه تنتشر بحال من الاحوال. هذه من الامور اللازمه لولي الامر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على الاماره، وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسل الاماره، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وقال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة نهى، لا تسأل الإمارة، والإمارة هذا على العموم، ويقصد بالإمارة هنا الإمام الكبر خلافة، لا تسأل الإمارة وهي الإمام الكبر. طبعا أصلا يدخل تحت أيضا الإمام الصغرى، حتى في مسألة أنك إن سافرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن بين اثنين، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن بين اثنين، ويدخل تحتها. لكن هو الكلام كله على الإمارة، الإمارة الكبرى العظمى. قال لا تسأل الإمارة، الأصل في نهي التحريم، الأصل في نهي بذلك التحريم. قال لا تسأل الإمارة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك أعطيتها عن مسألة وكلت إليه، يعني أنت وفق، وإن وكلت إلى نفسك فأنت لبار، إلى خسارة، إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار.
الإنسان على ضلال مبين. أنت ترى من نفسك لو فتح الله لك بابا وسحب عنك التوفيق ممكن تكون أعتى أهل الأرض. كل واحد فينا مركوز أنه يقول أنا وما أحد ينازعني. فقط لو ما في عندنا إلا هذه المصيبة لأهلكتنا. ولذلك لما طغت ظهرت عند فرعون ماذا قال؟ ها يقول أنا ربكم الأعلى. حتى إبليس سخر منه لأنه دق عليه الباب قال من بالباب؟ قال يا خبيث تزعم أنك رب ولا تعلم من بالباب؟ يعني في أي ربية عندك أنت هذا في هذا الباب؟ الغرض المقصود أنه بس أشوف هذا الإنسان هذه طبيعة هذه جبلة الإنسان. الله أن الله جل وعلا في الحديث القدسي قال يا عبادي كلكم في حد مستثنى؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هديكم. يا عبادي كلكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر ذنوبكم فاستغفروني أغفر. هذه يعني لذلك الإنسان أفقر ما يكون إلى الله جل وعلا وأحول ما يكون إلى الله جل وعلا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسأل الإمارة. والحق بأنها كما قلنا النهي هنا نهي للتحريم وليس للكراهة. النهي هنا للتحريم. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. النهي والتحريم للسؤال عن الإمارة في كثير من الأمور. الأمر الأول هو ما علّى به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فإن وكلت إليها إذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى الإمارة وهذه محل خسارة محل هلاك محل هلاك وأسباب الهلاك فيها كثيرة. أولا الإنسان أفقر ما يكون إلا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لذلك كما يقول والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي. ولذلك بيّن الله تعالى الهلاك أقرب ما يكون للعبد عندما يرى أنه قد استغنى عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يحسب أنه استغنى عن ربه. هو أفقر ما يكون إلى الله جل في علاه وهو أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعطاه عن مسألة وكلت إليها. فسبب الهلاك أن المسألة أنك توكل إليها وإلى نفسك وإن كان فأنت لن توفق ولن توفق بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيدي لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا في هذا الباب كان يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مثبت القلوب ثبت قلبي على وقال ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان دائما ما يدعو صباح مساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. فاذا وكلت الى نفسك طرفة عين فانت الى بوار ولا اقل من ذلك فانت الى هلاك الى بوار. لذلك قال سلم لا تسأل الإمارة اذا وكلت الي فانت الى هلاك لانه انسحب الله منك التوفيق فمن يوفقك. لذلك بعض السلف لما ذهب وبعث إلى أخيه يشتكي له مما يرى من المظالم التي بينه قال اعلم أخي الكريم من كان الله معه فمن عليه. أجب الآن من كان الله معه فمن عليه. أنت معك الحجر والشجر والسماء والأرض والهواء والبحار وكل شيء. قال من كان الله معه فمن عليه. لكن إذا كنت مع نفسك أو وكلت إلى الإمارة فلن ينصرك أحد من الله جل في علا لا سيما أن المظالم عندك كثيرة في هذا الباب. إذن قال هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنها أمر دنيا في النهاية أمر دنيا. تسأل إمارة إذن الوجاهة والسلطان والمكانة والمال والجوار والحور والقصور أمر دنيا. وأنت كلما اقتربت من الدنيا كلما اقتربت من هلاكك. الدنيا غدارة الدنيا هلاكة الدنيا دنية ودنيئة لأنها من الدنو ومن الدناءة. فالدنيا هي كما قال علي بن أبي طالب وصفا دقيقا لها قال قد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا وضرب الله لها وصفا دقيقا جدا لتعلم ما فيها ونحن لا نزل. قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذه الدنيا. وقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت زخرفها وزينت
الأرض زخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أنهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أنت الآن ترى أهل الكفر في علو يتمكنون من كل الدنيا من مواردها صحيح ولا لا؟ ينعمون بها لأنها لا تساوي شيء عند الله. الآخرة خير وأبقى، المال والبنون زينة في حد الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، يضرب لنا مثلا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة، نام قال تحت شجرة، تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. كم ينام في القيلولة؟ ساعة ساعتين، هذه الدنيا. قال تحت شجرة ظل شجرة ثم تركها وراح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدنيا يعني حتى لو وضع أحد إصبعه في الماء بما يخرج لا شيء. هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله خطر ماء بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه وأخذ منديلا فقال لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل نحن لا نتصور، احنا نعيش في تيه وتخبط كأننا نرى شيء. قال منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هنيئا لمن حاز السبق في الفردوس الأعلى، لمنديل سعد خير من الدنيا وما فيها. لذلك فإن الذي يحب الدنيا قد أحب ما أبغضه الله جل وعلا. لا سيما هناك حديث حسنه بعض المتأخرين، وإن كان المحققون يرون ضعفه في قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وهو بعض الذي يعني يجعل اللفظ منكرا أو شاذا يقول بأن يعني الدنيا لما تلعن الدنيا وفي الزمان فيها العبادة وفيها الاستثناء يبين ذلك. قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. لذلك ما في الدنيا من خير إلا عباد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا الدنيا حلوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الدنيا حلوة خضر والله مستخلفكم فيها فناظر بما ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن عرفت أن الإنسان كانت في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك توحد. وما عند الله خير وأبقى. فمسألة الرياسة والإمارة دنيا، فمن مال إليها مال إلى الدنيا، ومن مال إلى الدنيا خسر الآخرة. في حديث عن سلم صريح يقول الدنيا والآخرة ضرتان، إن انتفعت بإحداهما خربت الأخرى. هكذا ضرتان لا يشتبع. شو ضرتان؟ هل تحب المرأة ضرتها؟ يأتوني بهوادة بين مرأة وضرتها. أمهات المؤمنين ضربت الصفحة فكسرتها. حفصة تقول لها أنت يهودية بنت يهودي على الصفي، شوف انظر أسلمت وتقول لها يهودية بنت يهودي. وذلك لما بكى دخل عليه السلام يتبكي، قال ما يبكيك يا صفية؟ قال أما رأيت حفصة ماذا تقول؟ قالت يهودية بنت يهودي. فقال أما قلت مشكلة كبيرة، ما قلت أما كان لك أن تقولي أنا بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي، من أشرف منك؟ أنا بنت نبي موسى وعمي نبي ومن؟ هارون عليه السلام، وزوجة نبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ الآن كمن ذلك زينب بنت جحش لما دخل صفية كانت في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نسائي بأسرهن. صفية أعيا جمله يمشي وينام فاشتكت لنفسها صلى الله عليه وسلم أريد ظهره. قال تمهل، نعم سأعطيك الظهر. شو ما دعت مرة ثانية أريد ظهره أريد جمله. المرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحمل فاشتد غضب عليه لأنها ألحت عليه الحاحا وهو يقول لها سأفقرك ظهره. فلما ألحت عليه عرفت أنها أغضبته، خشيت على نفسها فأرادت إرضاه. سيلو تتخيل كيف ترضيه، كيف ترضيه وقد غاضبة على فعلها. طريق عائشة يا سلام يا حبيبي يا سلام وعند جوينا الخبر اليقين. العاشق لابد يفهم طرق هذا أم الباب فاهم، فالطريق ليه. فهي قالت إذن لن يرضيه عني إلا من
إلا عائشة رضي الله عنها. فذهبت إلى عائشة وقالت لها ليلتي لك، ليلتي لك بشرط أن تردي النبي صلى الله عليه وسلم عني. قالت أفعل، طالما الليلة لي خلاص أفعل. فالنبي صلى الله جاء يدخل الخيمة فاشتم عطر من طيب من عائشة، فقال يا عائشة ليست من ليلتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وهي تقال انها غيرت الخمار حتى قالت لبست خمارا احمر، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغرب، فقال ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ثم ردته عن صفيه، وكانت الليله لعائشه رضي الله عنها. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش افقري اختك صفيه جملا. قالت له لمن؟ ليهودياتك هذه؟ شوف انظر شوف 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 يعني شوف ما في. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا جديدا لذلك. فهجر هجر زينب 3 أشهر كادت تموت، قالت يعني كاد قلبها كاد يحترق. قالت ثم نظرت في ذات نهار فرأيت ظل النبي، وأنا أعرف أنه ظل النبي، كاد قلبي يطير. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرضى الله فيها وأرضاها. قالت فأردت أن أشكر ربي، وكانت عندي جارية رومية كالشمس تلتهب، وكنت أخبئها في ليلة النبي، يعني اليوم الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تخبئها حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فكنت أخبئها، فلما يعني أرضاني ربي وداء ورضي عني رسول الله، فقلت له كنت أخبئها عنك، هي لك، فوهبتها للنفس. وهذه فيها دلالة أن المرأة أن تركت أمة يمكن أن تهبها، إذا فقالت فهي لك للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض الدراير لا تلي بينهما هواذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدنيا والآخرة، يقول ضرتان ضرتان، إن أرضيت واحدة أبت الأخرى، فلا يمكن أن تجمع بين الدنيا والآخرة، لا يمكن. والنواقص الدنيا لابد أن تكون موجودة لأنها دنيا وهي دنيا، وكما قلت هي سويعات، هي ثواني، بل هي لا شيء. العمر يأتي، أنت الآن أمس كنت تطلب العلم، كنت صغيرا في المدرسة، الآن أنت تحضر ماجستير أو في الجامعة، غدا ستكون أنت شيخا كبيرا يعني، وتأخذ تدب دبيبا بالعصا، ثم تشارف على الممات وتقترب من القبر وتنتهي الدنيا، تنتهي الدنيا. والمسألة بعد ذلك طول العمر تعرفه أنت في الآخرة، حتى في موقف العرصات يوم القيامة. لذلك العلة الثانية في عدم سؤال الإمارة هي دنيا، وكلما اقتربت الدنيا من الأخيار أفسدت عليهم الخيرية التي هم فيها. كلا إن الإنسان لا يتغراه وتستغنى، لك أن تعلم بدليل فاصل في هذا الباب، لأنك يمكن أن تقول وماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل صالح الدنيا أو الآن يستخدمها. نعم دنيا يستخدمها، لكن ليس الجميع ممكن أن يستطيع ذلك، لا ليس الجميع. وأدل أدل على ذلك، لذلك فصل الخطاب في عند علمائنا في المفارقة بين أهل الغنى وأهل الفقر، أيهما أعظم عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طبعا أدلة كثيرة المسألة كثيرة جدا، منهم من رجح الغني الشاكر، لأن السلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر فيها الرجل الذي أوتي المال والحكمة، لكن بعضهم يرجح الفقير الصابر وأنا أرجح ذلك. لكن ما الدليل الفاصل؟ يدخلون الجنة قبل الغنى 500 عام، ممكن يدخلوا ولا يكونوا في نفس الدرجة، عادي من الأدلة صراحة، لكن أنا أتكلم عن الفاصل، الدليل الفاصل. الآن هذا اللبناني قال أنا في خارج شاه عالم أكيد بيمرح ويسمر وترك بتاعه، هو وإبراهيم قال من أحمد؟ أنت الثالث تعم؟ أحمد الأطرش، يعني هم الثلاثة ذهبوا في فسحة في نزهة واحدة معه. جيد، سنجعل الأطرش في النصيحة له تدوي أذنه. تمام، الذي أخذه. ما الدليل الفصل؟ إيش الحديث؟ هات المعنى. ما معنى؟ هذه حديث الذي نفسه من قرار العرب تسير من الجنة، تسير في قرار من الجنة. ما هو قال؟ قال يدخل الجنة قبل الأغنام، أنا سمعت عنه. خويا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عشان معزومة المسكين، حين مسكين وحين وميت مسكين، وعشان معزومة المسكين. غير ما كنا أغلبية تجد الفقير الصابر مع أنبياء وأغلب الوقت يكون في بارع. أبو بكر كان من أغنى الأغنياء وهو مع الأنبياء.
خير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أن أكون فقيرا. خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فقيرا. كيف؟ هو خير أن يكون عبدا ملكا نبيا أو عبدا رسولا. فاختار عبدا رسولا. أهل الدثور هذا للغنى. أنت قربت. كون الأنبياء أولي العزم. طيب شوف حرام. ولكن لا يستطيع يصل. هو خلاص بيخطفها منك بينسل. هينا لهينا. الحق أن نقول الله اختار لنبيه أي الحياة. والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. أن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل. فما اختار. أجاب هنا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني هو ممتاز بغير حساب. لكن هو الدليل الفاصل الذي اختاره الله لنبيه فإن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. فإن الله اختار لنبيه إلا الأكمل. ونسلم عاش في الدنيا ما في يعني تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا. لما ينفقه يمينا يسارا ولا يبقى منه إلا دراهم معدودة للدين فقط. فمسألة الإمارة دنيا تفتح. ولذلك أنت ترى أن العلماء حذروا من الوقوف على أبواب السلاطين والأمراء. بل بعض المحدثين عندهم شيء من الشدة قد تكلموا جرحا في بعض المحدثين الأماجد بسبب الوقوف على أبواب السلطان. قلنا بأن ابن المبارك كان يعطي إسماعيل بن علي عطاء فمنعه وكتب له بعض الأبيات قتلته لما استلم القضاء. إيش فين بأبواب السلطان ده استلم فين القضاء؟ لما استلم القضاء بعث عليه وامتنع عن العطاء. فبكى ابن علي وبعث عليه بأبيات وفي ليلته اعتذر عن القضاء. وطبعا الزهري أيضا تكلموا فيه من أجل ذلك. بل فوق ذلك مالك تكلموا فيه من أجل ذلك. حميد الطويل تكلموا فيه من أجل ذلك. كثير من العلماء تكلموا فيه من أجل ذلك. والحق بأن المسألة لا هي ممنوعة مطلقا ولا هي مباحة مطلقا. من خشع نفسه الفتنة فلا يقف. ومن رأى أنه يكون ناصحا أمينا فيقف لكن على حذر. على حظ. لذلك عمر الخطاب قال إذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنهم لصوص. وإذا رأيت العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنهم منافقين أو منافقون. فاعلم أنهم منافقون. ممكن يدخل من باب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغطيتها. ربما يعني لسه سيأتي. لا قصدي يعني مالك والزهري وغيرك يعني. لا لا لا. هم قالوا له لما تقبل العطاء؟ قال مالك قال لهم دعوني أنا أقبل العطاء الآن. دعوني وربي في قبول العلاقة. خذوا علمي واتركوني مع العطاء. انت ما لك ومن هذا؟ خلاص هذه مسألة نحاسب فيها في الآخرة. خذ مني علمي ودعوني مع العطاء. مفهوم؟ فهي مسألة. ولذلك كان الكلام على الأعمش وعن من؟ وعن حميد الطويل أو عن غيري. يحيى بن معين قال أينها؟ أو عن الزهري. شوف عن الزهري وعن الزهري. قال لا أين هذا من ذاك؟ يعنون بقدر الأعمش. عن الزهري. وكان العلامة الفارقة عندهم في العلو هو ايه؟ مسألة السلطان. لأن لما بعث أمير المؤمنين لسليمان بن مهران الأعمش الورقة يدعوه للعطاء فأخذ الورقة أعطاها ليه؟ للماعز خلفه الداجن. أخذ الورقة أعطاها لم يقرأ أعطاها للماعز خلفه الداجن. وأما الزهري كان على أبواب السلاطين. لكن الزهري يشوف على أبواب السلاطين وماذا فعل؟ دون السنة. نصح لبني أمية أحسن في العمل. لذلك نقول المسألة ليست غلوا ولا ولد مفهوم في هذا. لكن الحق بأنه أمر الإمارة فتح الدنيا ومن وصلت عليه الدنيا منها. أرأيت عمر باكيا يبكي بكاء عظيما عندما منحه الله تعالى كنوز كسرى وقيصر. دخل المسجد فوجدها تمتلئ باللآلئ والألماس والزبرجد أموال كسرى الذين يحقدون على الإسلام عبدة النار الذين يحقدون على الإسلام. فلما دخل فعل ذلك اندهش عمر فبكى فقال قوم يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء. فجاء عمر الخطاب فقال له كنت أمينا فصاروا أمناء. أنت بك كنت أمينا فصاروا أمناء. وكان يبكي على أن الله فتح عليه هذه الكنوز ولم يفتحها على النبي ولم يفتحها على من؟ على أبي بكر. خشي على نفسه. خشي على نفسه لأن العطاء لا يدل على الرضا والمحبة. العطاء لا يرد على المحبة. كلا أن الإنسان يرضى أن يراه استغنى. العطاء أو المن لا يرد على لا يدل على الرضا ولا على المحبة. فمن أعطاه الله الدنيا هذه ليست دلالة أنه من القرب بمكان من الله إلا إذا استخدمه في رضوان الله جل في علاه. إذن الإمارة من الدنيا
ومن فتح لنفسه الدنيا هلك. من فتح لنفسه ومن أراد الله جل وعلا أن يهلكه فتح عليه أبواب الدنيا. قال الله جل وعلا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء خلاص. ظنوا أنهم قد امتلكوا فأتاهم أمرنا ليلا أو نهارا. والثالثة من ذلك أنها سبيل إلى الاستئثار بالنفس على الناس. يا سبيل إلى استئثار، لا الأول استئثار يؤثر نفسه، الاستئثار بنفسي على الناس. يعني كل العطايا والفتوحات والذي بين يديه فيمكن أن يؤثر نفسه على الناس، أو يؤثر أهله على الناس، أو قومه على الناس، أو المحبين فقط على الناس. وهذا الذي اتهم به ظلما وزورا وبهتانا من؟ عثمان رضي الله عنه. هذه التهم التي تكلموا بها عن عثمان وقرب أقاربه وملكهم وأعطاهم ونحاهم. عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل قد تستحي منه الملائكة. فإذا يعني هذه سبيل إلى ذلك، أو من آثر نفسه على الناس فويل ثم ويل، ويل ثم ويل، ويل ثم ويل. ذاك كان عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول لبطني قرقري أو لا تقرقري، ما هو إلا الزيت والخل، قرقري أو لا تقرقري. يخشى على نفسه من الكلام من يعني من الحساب عند الله جل وعلا. تضحك صح؟ نعم. نتكلم عن أساطير، نتكلم عن أساطير. يقول قرقري أو لا تقرقري، هي ما هو إلا الزيت والخل. ولما جاء الرجل قال يعني وسمنا إبل من إبل الصدقة وكادت تموت فذبحنا حراها، قال يا لكع ما أردت إلا الأكل، أنت ما أردت ذلك تذبحها إلا أن تؤكل. فقال أجمع المهاجرين ونشوف من أجل، قال أجمع المهاجرين والأنصار وابعث هذه الأمهات المؤمنين. قال حق لابد أن توزع لأهل حقه. وذلك عمر بن عبد العزيز سار على النهج، سار على النهج في الأعياد لا يرى ثوبا جديدا لأولاده. عمر تقول من أنت؟ هذا عمر بن عبد العزيز، من أنت؟ أمير المؤمنين ولا يرى ثوبا جديدا لأولاده. لا يملك ذلك. كم ترك عندما مات دريهمات، لكن رجاء بن حيوة أو غيره عندما قال نعم ما ترك دريهمات إلى دريهمات، لكن ترك خلف أولادا يحفظون القرآن وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله له في أولاده. فالغرض المقصود بأن الثالثة أنها سبيل لإيثار نفسي على ومن آخر نفسه على الناس حسابه عند الله جل وعلا. ليس الأمر بالهين، لابد أن يسأل عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. لن تزول قدم عبد من بين يدي الله إلا أن يسأل عن أربع، أو في مال كيف اكتسب، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أيضا هي سبيل إلى الظلم، هي سبيل إلى الظلم، أن يجني على غيره وأن يظلم غيره. قد يرى قريبا خاصم رجلا آخر فيظلمه من أجل القريب، وهذا يحدث كثيرا في هذا الباب. وقد قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظلموا. وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. واعلم أن أعجل العقوبات عقوبة البغي، عقوبة البغي ما يظلم، عقوبة البغي هي أعجل العقوبات، عقوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لذلك اسمه عباد ولا اسمه إيش، أنا دائما أنسى صاحب الأندلس المعتمد بن عباد، الحمد لله أن الله يعني أنجاني من الإعواز لكم تقتلون المعتمد بن عباد. بعدما كان يقال أنه تزوج امرأة، تعرفون المرأة التي أتى بها كانت امرأة أمة، تعرفون كيف تزوجها، كيف كان العرس، فرش لها الأرض إيش مسكا وأردا وعيدا تمشي في إيش جنة، شوف يعني تمشي أموال طائلة انفقت ناهيك على الثياب التي كانت ترتديها. لما جاء ابن تشافين، هؤلاء المرابطون ابن تشافين وحبسوه في مكان، فقال ابنه ماذا حدث، أين القصور والحور؟ قال يا بني هي دعوة مظلوم قد غفلنا عنه، قال دعوة مظلوم في الظلمات قد غفلنا عنه. فهو إذا كانت الإمارة سبيل إلى الظلم فلابد أن ينأى بنفسه، لابد أن ينأى بنفسه عن ذلك. لما؟ لأن المسألة ليست بالهين عند الله جل وعلا، مسألة المظالم لا تفوت عند الله جل وعلا. أيضا من ذلك هي الديمقراطية، استغفر نسفها الحديث،
هي سبيل إلى المساءلة أو سبيل إلى عسر السؤال. عسر السؤال، السؤال، شدة السؤال، هي سبيل لعسر السؤال. كيف ذلك؟ كثرة ال لا كيف كيف ذلك؟ نعم كيف إلى عسر، قلنا إلى عسر السؤال. كيف علق بك حقوق العباد؟ هو الآن ما من عبد إلا وسيسأل عند ربه. الراعي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن مسؤول عن الرعاية. إذا أنت إذا كنت والي على 100 مليون مليار ستسأل عن المليار. مليار بطن كل ليلة. عن المليار، لا أنت بتسأل عن المليار من الخلق. تعرف أنا سأقول لك عجبا، أنت ستسأل إن كنت أميرا، ستسأل عن الإنس والجن والشجر والحجر والأسماك، كل ذلك ستسأل عنه. نعم أنت راعي ده، مسؤول عن كل البقعة هذه، أنت مسؤول عنها. البوار، ما يحدث في البحار، يعني لو حدث فساد في البحار وفي الأسماك ستسأل عنه، أن هذا فساد يضر بالناس ستسأل عنه. وذلك عمر الخطاب بلورها لنا في موقفين، عندما قال لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها من؟ عمر. ولما وجد عثمان بن عفان يأخذ بأسناني بثوبها كذا في شدة الحر في المدينة ويقول من هذا الذي يهلك نفسه؟ من؟ قال عمر. قال عمر، عمر من؟ أمير المؤمنين. قال نعم. قال ما بك؟ قال بعير من 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 من, من الصدقة ند هرب. قال أحدهم يأتيك به يا أمير المؤمنين؟ قال أحدهم يجيب عني عند ربي؟ نحن نتكلم عن أساطير. نعم حقا. فقال أحدهم يجيب عني عند ربي؟ فلما قال بمثل هذا كأن عمر بن الخطاب قال عثمان بن عفان قال أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب يبكي، يبكي في وهو بعدما طعن هذا الخبيث القميء البئيس التعيس أبو الألوان المجوسي عابد النار، بعدما والحمد لله أنه لم يجعل موت عمر على يد مسلم، يعني قتله فنام على أخذه على فخذ ابن عمر، قال دعني، وقال ضع خدي على التراب، لا أم لك، ضع خدي على التراب على الله يرحمه، ويبكي. فقال ليتها كانت كفافة، ليتها كانت كفافة. عمر الخطاب بهذه السنين العمر يقول ليتها كانت كفافة، أخرج منها بسنين العمر هذه لا لي ولا علي، ليتها كانت كفافة. هذا حدا ابن عباس يدعو يقول اللهم أرني عمر عاما كاملا، وبعده رآه يتصبب عرقا، فقال ما فعل الله بك يا عمر؟ قال الآن انتهيت من الحساب، عاما يحاسب عمر، عاما يحاسب عمر. الذي قال فيه الخطيب عمر وما أدراك ما عمر، أقم الصلاة يا بنت، كلام لا, لا, لا يزاد على هذا الكلام. عمر، عمر قال عاما كاملا، قال الآن انتهيت عمر وقد بشر بالجنة، عمر وقد قال في النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي من بعد لكان عمر. الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه، عمر الذي قال لو سلكت فجا لساك أشهد فجا، قال الفجا الذي سلكته يقول انتهيت الآن، انتهيت الآن. الرجل الثالث فيه، ها الرجل الثالث فيه في البشرية بأسره بعد الأنبياء والمرسلين، ما في إلا أبو بكر وعمر، انتهى. ما أقصد انتهى الأفضلية، لكن هم أفضل الناس على الإطلاق. النبي يقول هما السمع والبصر، هما السمع والبصر، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. هم هذا يقول الآن انتهيت، يقول الآن انتهيت. فالسؤال ليس بالهين، فالإمارة هي سبيل إلى عسر السؤال. لن يترك الإنسان إلا ويسأل عن طرفة العين، عن بكاء الطفل، عن تعثر الدابة، عن 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 الصغير، عن الكبير، عن الجليل، عن الدقيق، عن كل شيء، عن دين الناس، عن دنيا الناس، عن كل شيء، عن كل شيء، عن كل شيء سيسأل. فهو يحملها يحملها. لذلك الناقد البصير يقول لا، دعني أعصي ربي وحدي ومفسدتي ترجع علي وحدي ولا أسأل عن أحد، وانتهى الموضوع في هذا الباب. لكن أنا أسأل عن بعد ذلك عن عن عن, عن أمم، لا هذم. يعني ده أنت لو كنت من أنقى الناس وأتقى الناس لعلك ظلمت أحدا يأخذ كل الحسنات وتلقى أنت في نار جهنم بذلك. عافانا الله وإياكم جميعا. نسأل الله أن ييسر ولاة الأمور، وأن يحفظهم، وأن يوفقهم لكل خير وبر، وأن يمنعهم من الظلم، وأن يوفر لهم العدل، وأن يجعلهم ممن يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر بين الناس السنة، وأن يكون ممن يعبد العباد لرب العباد. وهذه أهم وظائف ولاة الأمور. أيضا قال يا عبد الله لا تسأل الإمارة، فيها المسألة العلة الخامسة للمنع من ذلك أو للنهي، لا تسأل الإمارة أنها شاغلة عن الدعوة لله. وأفضل ما يمكن أن يتوظف به المرء
لرب الذي فعلاه هو أن يكون واسطة بين رب الناس وبين الناس. أفضل الناس على الإطلاق كما ورد بسنة صحيح جرمية في غيري عن ابن عيينة قال أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس. وهم من؟ الأنبياء والمرسلون ومن؟ نزل منزلتهم من؟ دعوا الله. كم وكم أيضا ضاع الفضل من أبي بكر لأنه لم ينشر فقهه، لم يعقد مجلسا، لم ينشر الحديث الذي يحفظه عن السلف. أنت صباح مساء كلما تقرأ تقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه، كم تترد على أبي هريرة؟ كم تترد على ابن عباس؟ كم أشوف ابن عباس بالقطع أن ابن مسعود أفقه منه، وبالقطع علم أبي طالب أفقه من الاثنين، ومع ذلك يذكر ابن عباس أكثر من مسعود وأكثر من علم أبي طالب، ويذكر ابن عباس ابن مسعود أكثر من علم أبي طالب. فالإمارة مشغلة عن الدعوة لله، الإمارة مشغلة، وهذا أهم ما عندك. ولذلك طبعا هذا ليس من بنات أفكاري، هذا من الواقع ومن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال العباس استعملني يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقرأ الحديث ترى فيه عجبا. قال أن ينجي الله بك رجلا ها خير لك من إيش؟ قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس تنجيها خير لك من إمارة لا تحصيها، خير لك. ولذلك الإنسان قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإمارة مشغلة إلى أن تتوظف هذه الوظيفة العظيمة، أن الله تعالى يجعلك إماما قدوة للناس، يهدي الله بك رجالا ويهدي بك أقواما. رجل واحد ينجيك، قال نفس تنجيها يعني تنجيك، هذه نفس أنجاها الله بك تنجيك، خير من إمارة لا تحصيها ولن تحصيها بحال من الأحوال، لا سيما أنها سبيل الخطر عظيم جدا. وأيضا من هذا الباب المشقة العظيمة أنك إن سألتها فإنك لا توفق، وقد قال مسلم إذا أراد الله بأمين خير جعل له وزيرا خير، فإن نسي ذكره وإن تذكر أعانه، وإن أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إن تذكر لم يعنه، وإن نسي لا يذكره، النسي لا يذكره. هذه لقول سلم يا عبد الله لا تسأل الإمارة. يستثنى من ذلك استثناء واحد تسأل فيه الإمارة، وهو أن تجد أنه لا أكفأ منك ولا أحد يستطيع أن يحسن في الباب إلا أنت، وهذا الإحسان يمتد خيره إلى الناس، فوجب عليك أن تعلن أريد هذا المكان أنا أحق به. وهذا شاق جدا، كيف تصل إليه؟ وكيف تعلم أنك الأكفأ؟ وكيف تعلم أنك الأعلم؟ كيف تعلم أنك الأتقن؟ وكيف تعلم أنك وأنك؟ فالحق أنه لا بد من الاحتراز عندما تسأل، وأن تتوفر فيك هذه الصفات، لأن هذا الاستثناء الوحيد، هو الاستثناء الوحيد في هذا الباب. وهذا متمثل في من؟ يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال اجعلني. ولذلك قال البخاري قال للعالم أن يظهر نفسه، الموت يختفي لا يظهر نفسه، أن يظهر نفسه، لأنه إذا علم أن في المحل لا أحد أتقن منه فلابد يقول لا ترجعوا إلا إلي، أنا أتقن في هذا الباب، أنا أعلم، أنا أتقن في هذا الباب. وقلبه بينه وبينه وبين ربه، لابد أن يخلص، لأن الرياء مضيعة لكل الأعمال الصالحة. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا الاستثناء في هذا واحد فقط، وهو أنك تبرز نفسك وتقول هذا المنصب لي أنا أخذه، أنا أحق به، وتصرح بذلك إن علمت أنه لا يزحمك أحد في الكفاءة، فتكون أنت الأكفأ، ولأن الأكفأ أصلح للمسلمين، والنية تكون مسبقة أنك تفعل ذلك لانتقال الخير للجميع المسلمين، لا للاستئثار ولا للاستئساد ولا للوجاهة، تفعل ذلك لامتداد الخير للغير، ولأنه لو اعتلى المركز أو المنصب هذا غيرك لا يحسن فيه، بل ممكن أن تحدث المفاسد. لذلك يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا العلماء يقولون يوسف ما قال اجعلنا على خزائن الأرض وسكت، شوف التعليم الرباني في القرآن، ما قال اجعلني على خزائن الأرض وسكت،
بل أتى له، هذه حكمة، أتى له بالتعليل الذي يجعله يقنع بذلك، فقال إني حفيظ عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل أحدا طلب هذا الأمر، لا نستعمل أحدا طلب هذا الأمر. ها لأن الطلب دل على عدم التوفيق، انتهى الموضوع. الطلب دل على عدم التوفيق وأشار إلى ما خلفه، إلا في حالة واحدة، حالة يوسف، قال إن لا نستعمل أحدا طلب هذا الأمر، لا نستعمله إلا في حالة واحدة، أن يكون أهلا لذلك. وخالد فعل ذلك، متى؟ مع أن خالد عرض عليه أبى، لكن فعل ذلك. لا، ليس في مؤتة، لا في مؤتة، بعدما قتل جعفر عبد الله بن رواحة، زيد جعفر عبد الله بن رواحة، فأتوا بها إلى رجل من الأنصار كان بدريا، وهم شوف المسلمون لهم خير، قالوا أهل بدر هم خير الناس، فأتوا بها فقبلها، فلما قبلها ذهب إلى خالد، قال اسمع، والذي نفسي بيدي ما قبلتها إلا لك، وأنت أهل الله صدق وإخلاص والإنصاف عزيز. هو الأمير، كم ممكن يخليه تحت يجعله تحت يدي ويقول له خطط وفعل شيء وينسب له أنه الأمير؟ لكن لا، المسألة دين، وهم لا يريدون دنيا، يريدون آخرة. فقال له أنت بدري، خالد أيضا يعرف الفضل، أهل الفضل، قال أنت بدري وأنت أفضل مني وأسبق، لا أخذها. قال والله ما أخذت الراية إلا لك. شوف الإقرار، إقرار جاء من الغيب. قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، قال قتل زيد واستلم الراية جعفر ودخل الجنة، ثم استلم الراية جعفر وهو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل جعفر وقطعت يديه، قطعت يديه، وقال أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة. قال وقتل عبد الله بن رواحة ودخل معترضا لأنه تلكى، حتى قال أقسمت عليك يا نفس لتنزلن أو لتقتلن. فقال الغرض المقصود بأنه قال دخل الجنة معترض، ثم قال استلم الراية سيف من سيوف الله، هذا أول لقب لخالد، استلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعدائه، سله الله على أعدائه، وجعل النصر على يديه، وسمى الله، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بمؤتة لأنه نصر، عنهم أخذوا التراب ونثروا ضربوا عليهم، قالوا يا فرار يا فرار، قال لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله إنهم الكرار، ثم قال أنا فئتكم، لأن الله قال لا تولوهم الأدبار، قال ما يولوهم يومئذ دبره إلا متحرفة لقتال أو حيزا لا فئة، لأنهم كانوا كثرة، فقال أنا فئتكم، وكان هذا أعظم النصر اللي فيه غزوة مؤتة. لكن طلبها خالد عندما كانوا في إيش؟ في اليرموك، عندما كانوا في اليرموك الثلاث أمر ثلاثة أبو بكر، فجاء خالد، فخالد لما جاء واخذ واستلم الرايه كان شرحبيل بن حسنه وعمر بن العاص وابو عبيده بن الجراح، وجاء خالد، ثم جاء خالد وقسم الجيش، ثم قال دعوا الاماره لي الليله، دعوها لي انا الامير، وخطط حتى قتل اميرهم، دخل في الصف وقتل وجعل الله تعالى النصر، لكن طلبها لما؟ لانه هو الاسد. وعمر لما اشتد في الطلب لأبي بكر أن ينزع خالدا قال لا والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد بن الوليد. ونعم الرومي قال له من أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تخاطب به فلا تهزم أبدا. عجيب لخالد بن الوليد رضي الله عنه. حتى خالد بن الوليد لما ترك الإمارة وصار جنديا ما انتصروا إلا به، قنسرين بلد سوريا أغلقت عليهم ما استطاعوا فتحها. من الذي فتحها؟ خالد بن الوليد، فجعله اميرا عليه. ايش يفعل؟ فبعث له ابو عبيده بن الجراح لو رايت ما فعل خالد لقد امرناه على قنسرين. هو بياخذ اذنه لان هو شاله من الاماره، نزعه من الاماره. فلما راى الكتاب عن الخطاب بكى، قال مالي ولخالد، والله ان خالدا لا يؤمر نفسه، والله ان ابا بكر كان اعلم بالرجال مني. رايت؟ هذا هو، وذاك فضل الله. فطلب التأمير هنا لأنه علم أنه الأكفأ والمسألة على المحك، فيجوز الإنسان أن يطلب الإمارة بشرط أن يعلم أنه الأكفأ ويعلم أنه الأخير للناس وأن الخير يمكن أن يعني
يكون يتعدى إلى الناس إن تأمر هو من باب قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض، لكن لابد من التبيين كما بيّن يوسف عليه السلام. كيف بيّن؟ إني حفيظ عليم. لذلك قال الله جل في علاه مبينا العلامة الكبرى للاستعمال، قالت يا أبتي، شوف الذكاء في النساء أيضا، يا أبتي استأجره لما حد بما تريد، يا أبتي استأجره إن خير من استأجرته القوي. لابد من توفر الشرطة في هذا الباب. بهذا نكون انتهينا من الباب في هذا الكتاب العظيم، كتاب سنن الخلاد، الفوائد المستنبطة، وجوب الصبر على الولاة مع ظلمه، وهذا يؤدي إلى الباب الذي سيأتي، حرمة الخروج عليه. وجوب الصبر على الولاة مع ظلمه. وجوب العدل على ولي الأمر بين الرعية. هذا يستنبط من فعل عمر طبعا. وجوب العدل والإحسان. حرمة الحرص على الإمارة. من سنن الله جل في علاه، من سنن الله أن من طلب الإمارة لا يوفق فيها. أين سنجد الموفق في عصرنا؟ هذا هو من سنن الله الكونية، أن من طلب الإمارة لا يوفق فيها. هذا من وين تستنبط؟ وكل علي، وكل علي. إيش المعنى وكل علي؟ وكل عليها يعني لا يوفقه الله، لا يجعل له موفقا ولا معينا ولا مسددا. الفائدة الأخيرة من مهام ولي الأمر اختيار الوزراء والأمراء. ولي الأمر هو الذي يعين لأنه سيحاسب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.